من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية معنا الآن بعد التحية عثمان. طبعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد على تقدم الجيش بخطة ثابتة لكي ينهي تمرد ميليشيا الدعم السريع، فكيف بدت هذه التفاصيل لديك؟ عم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني زار بالأمس مدينة حلفة الجديدة الواقعة بولاية كسلا شرقي السودان، وكانت هذه التصريحات هنالك من مباني الفرق العسكرية الموجودة بهذه المدينة. البرهان بات خطابه تصعيدي ويؤكد في كل خطاب أن لا هناك تفاوض إلا بخروج ميليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية، خصوصا بيوت المواطنين التي تم طردهم بواسطة هذه الميليشيا. وأيضا أكد أن هناك لابد من تعويضات ورد المسروقات التي تم نهبها بواسطة قوات الدعم السريع. أيضا برهان يتحدث من منطلق أن الجيش أحرز تقدم كبير جدا في عدة محاور بالعاصمة الخرطوم، حيث حقق الجيش تقدم كبير جدا في سوق أم درمان التاريخي وكذلك بأم درمان القديمة وأيضا بشمال الخرطوم. هذه كل التطورات على الأرض تعزز البرهان أنه يسحب إلى الحسم لميليشيا الدعم السريع وطردها من مناطق احتلتها. إذن هي تصريحات مهمة في هذا السياق فيما يحدث من تطورات في السودان. أشكرك من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة حول هذه التصريحات.